شكون عيط لمالي للدار الوالدين قال لهم هذا الشيء؟ انا حيت انا ملي جبت انا مشيت جبت التحليله. اول واحد عيطتي له شكون؟ الوالد ديالي. الوالد الوالد ديالي هو اللي عيط لي حيت صورت التحليله بغيت نعرف راسي وشفت في التراديكسيون اني عندي امراض سرطان. يوم بعد بارطاجيتها في واحد الجروب ميديكال قالوا لي هذا الولد راه عنده سرطان ولكن ما عرفناش شنو ديال السرطان. شنو قلتي للوالد فاش عيطتي له؟ اول شخص اتصلتي به كي بغوش انا عزيز عليه قال لي قلت له واش راك خدام ولا باقي في الدار؟ قال لك انا راه خدام. قلت له شوف من سالا الخدمه عيط لي بغيت نقول لك شي حاجه. قال لي علاش اي كلاب شنو كاين؟ قلت له تسالي وعيط لي نص ساعه عيط لي. انا اولا من سمعت الخبر بقيت كنبكي في الشارع وداك الشيء زدت واحد الصدمه. بعد شي شويه مشيت لواحد القهوه تكلمت شي شويه وعيط لي قال لي اي كلاباس. قلت لي واش نقول لك حاجه؟ قلت لي هذاك الشيء اللي كان كيحرقني الراس ودوك الامراض اللي كانوا عندي وداك الشيء كامل راه خرجت لي التحليل. قال لي شنو فيها؟ قلت لي عندي كونسير. قال لي علاش كتجيبها؟ قلت لي بلاتي عندي كونسير. قلت لي بلاتي عندي سرطان وما بقيتش عارف شنو غندير غنشوف شنو غندير. بقيت يبكي حيت طبعا هذا حس تاع الابوه وبعيد عليك 350 كيلومتر الو شكون اللي غيكون مع ولدي كيفاش حالته انه سمع بالخبر. ولكن الحمد لله جات الوالده ديالي وبدينا العلاج. عيطتي للاب وما عيطتيش للام؟ علاش ما قدرتيش تواجه الام بهذا الخبر؟ قلت ليه بابا شوف من بعد حاول توصل الميساج للام ديالي ولكن بواحد لامانيير ما يقيسهاش بزاف حيت كتبقى الام اكثر عرضه حيت الفيد ديال الكبد ديالها وكيف قلت لك سبقت انه قلت لك النساء يعني حساسين بزاف انه ما غاديش تقدر تستوعب ان ولدها صفاتو انه يقرا واذا بانه قاس واحد الكونسير. 16 عام. اسماعيل اي ام دابا كتسمعنا هذا الصباح اكيد رجاتكم تبوريشه كيف جاتني انا تبوريشه. الله يحفظك. اليوم وانت مباشره في حديث ومغزل على راديو اصوات الام والاب ديالك شنو بغيتي تقول لهم؟ سنين هذه ديال الكفاح انت بينتي لانه عندك قوه ولكن هذه القوه اكيد كاين ناس واحد اخرين حتى هما اللي موراك واللي كيزودوك بها. شنو تقول للوالدين ديالك اسماعيل؟ كلش الناس عطاوني واحد الحاجه في الحياه واحد الهديه في الحياه كلهم صغير كبير نساء كبار مشاهير اي حاجه. ولكن كيف كنقول دائما ما عمر غتلقى كيف والديك. والديك يديروا فيك اللي يديروا نهار اللي غيكافحوا عليك غيعطيو لحمهم دمهم مالهم كامل انهم داك الولد هذاك اللي جبتو لهاد الدنيا حلمت به كيف غيكون غنحاول واخا اي حاجه. شنو انت تقول هذا الصباح الام ديالك والاب ديالك؟ شي تصريح بغيت انا من عندك كلمه حيت بعض المرات راه الانسان كيوصل كيف قلتي تلاقيتي بناس مشهورين مجموعه الناس اليوم كيدعموك ولكن نرجعوا معك للاصل والمصدر اللي هما الام والاب. شنو تقول لهم؟ الله يسمح لي من الوالدين وراه نعير نرد لهم ولو اي حاجه قليله في الدنيا ما غنوصلش انني نرد لهم داكشي اللي كفحوا عليا واللي وصلوني. كلمه مباشره لماماك الام ديالك. سمحي لي بزاف والله يمتعني برضاك. ما سمحي لي والله.